بصراحة ما نمنا بالليل يعني بصراحة، انه نزلنا كلنا على الشوارع، مساعدة الجيش والصمود والدفاعات الجوية سدت للصواريخ وكلها فاشلة، وما بيهمنا بنحنا اقوياء وشو ما ساووا ساووا، صلوا 8 سنوات يضربوا بيأمروا على سوريا، وسوريا قوية بقائدها بجيشها بشعبها. قاعدين عم نتفرج وصورنا وقاعدين يعني. هلا ممكن رهبه تيجي، بس رهبه فرح، لانه رح نعرف حنرد حنصدهم.